إذن ننتقل ولقاء الشرق الأوسط ومقابلتهم مع هاني بحصلي. أيضا سيكون معنا نقيب مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي. صباح الخير استاذ هاني. صباح النور. للأسف كل ما ينهز أي محل بالعالم ينهز لبنان بطريقة أكبر، بأي طريقة يعني أمنيا أو اقتصاديا نحن عم نهتز اقتصاديا. القمح هو المادة الأولى التي تمت الإضاءة عليها، ولكن الجميع يعلم وحضرتك بمقابلتك اليوم بالشرق الأوسط أكدت هذا الموضوع. الزيوت، الزيت الذي نأكله هو بالدرجة الأولى من أوكرانيا. إذا أمكن أن تقول لنا نسبة استيراد الزيوت من أوكرانيا، وأيضا ما هي المواد التي ستؤثر بشكل مباشر علينا؟ أي عم تسمعيني؟ نعم تفضل. أوكي، أول شيء بنعتذر على الاتصال لأنه الإنترنت كتير صعب. نعم. وبالتالي عم نحكي على التليفون. نعم. أولا لازم نعرف كلنا أنه لبنان يستورد زيته كليا، إن كان للصناعة المحلية أو للمستورد المعلب. لبنان بيستورد حوالي 100,000 طن من الزيوت، الزيوت السائلة يعني دوار شمس، صويا، كورن أويل وكانولا. بس من هال100,000 طن بال2020، لأنه هي آخر أرقام أخذناها من الجمارك اللبنانية، من ال100,000 طن اللي إجت لبنان 95,000 طن هي دوار شمس. نعم. والباقيين يعني ماشي 5000 طن صويا و1000 طن كانولا، يعني ما في شيء غير صن فلاور اويل عم نستورد. نعم. ومن ال 95,000 طن اللي اجوا 50,000 وشوي اجوا من اوكرانيا و 35,000 اجوا من روسيا، ان كان زيت خام للتكرير او زيت مكرر ومعلب. نعم. وبالتالي نعتبر انه 90% او اكثر من 90% من الزيت اللي بيجي للبنان ان كان مكرر او خام بيجي من روسيا واوكرانيا، تقريبا 50 ل 60% من اوكرانيا والباقي من روسيا. نعم. هلا روسيا طبعا اوكرانيا تعطلت، وبكره بالمستقبل القريب اذا صار في حظر على مثلا او سانكشنز على روسيا بيكون عندنا مشكله يعني متفاقمه، لانه ما بيعود في اي سبلاي. هلا بدك تقولي لي في بلدان ثانيه؟ طبعا في بلدان تانية قريبة مثل تركيا ومثل مصر ومثل السعودية يلي هن من المصدرين التقليديين للبنان، لكن أولا نسبتهم كتير قليلة. نعم. نسبة للاستيراد من أوكرانيا ومن روسيا. وكل هلأ نحن بأزمة عالمية بالقمح وبالزيوت، وبالتالي مصر وتركيا، مصر تستورد كل زيوتها من الخارج ومنها من أوكرانيا، وتركيا تصنع القليل من الزيت الخام وتستورد الباقي من أوكرانيا ومن روسيا، فهي المشكلة عالمية. وطبعا إذا حكينا من السعودية عندنا مشكلتين. المشكلة الأولى أنه كمان هن بيستوردوا زيتهم، هن ما بيزرعوا ذرة أو دوار حتى يصنعوا. نعم. ونفس الشيء التصدير من السعودية هلأ مشكلة أكبر. فنحن الخيارات عنا فعلا محدودة وكتير صعبة، ونحن للأسف إذا ظلت الأزمة متفاقمة في أوكرانيا بدنا نشهد بالمستقبل القريب كمان شح بهذه المواد. نعم استاذ هاني، يعني كانه عم بتقلي انه بالرغم من انه المصادر الثانيه، المصادر الثانيه كمان تعتمد على اوكرانيا، يعني نحن شبه عنا 100% ازمه لانه الكل ما رح يقدر يصدر ونحن ما رح نقدر نصدر نستورد. عفوا، صراحه هو صراحه المشكله عالميه مش بس وقفت على لبنان. نعم. يعني يمكن لبنان بعد حاجاته قليلة يعني نسبة لغيرنا. هلأ يعني اعتبري أنا إذا كنت أنا مثلا مستورد لزيوت من أوكرانيا وعندي مصدرين تقليديين، إذا هلأ اليوم رحت دقيت باب مصنع بتركيا لقل له بدي زيت، يعني عفوا للكلمة، حقيقة مرحبا كيفك. يعني مثل ما بيقولوا ما يعني الأمور كتير صعبة. هلأ نحن هيدي عم نحط الوقائع ست كلارا، خلينا أول شيء ناخد الأمور بإيجابية، ولو حتى هي الإيجابية منها كتير كبيرة. نعم. الزيت ما انقطع، يعني بعد في شوية في 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 يعني في مخزون، لازم يكون في مخزون. لكن المشكلة مثل ما حددت لك قبل شوي إنه يعني حتى السبلاي من أوكرانيا متوقف. يعني اعتبري أنا مثلا شخصيا عندي شحنات جاية من أوكرانيا. نعم. صحيح ظهرت من الموانئ الأوكرانية وصلت إلى موانئ تانية، لكن عدم إمكانية إرسال المستندات
لتخليص البضائع وعدم إمكانية تسديد الأموال إلى أوكرانيا، لأنه نحن بتعرفي بلبنان ما بقى في شيء اسمه كريديات، نحن بدنا نحول الفلوس مسبقا أو عند الوصول البضائع لحتى نقدر نخلصها، وبالتالي كل الشحنات حتى اللي ظهرت من أوكرانيا معطلة بالوقت الحاضر إلى أن الأمور توضح شوي. يعني نحن بعدنا باليوم الثالث، أول نهار اعتبرناه اعتداء صاروخي ونتأمل أنه يكون خلص، هلأ نحن عم نشوف أنه لا، صرنا بحرب شاملة وباجتياح. وهيدا يعني في عنا كتير ضبابية بالمعلومات. خلينا ناخد الأمور يوم بيومه، التنين ثلاثة أربعة، تشوف كيف تطور الأمور حتى نقدر نعطي توصيف أحسن للواقع الحالي. نعم أستاذ هاني، هلأ الخوف بلبنان أنه ما نبلش كمان بالاحتكار وبضب هيدي السلع أو ارتفاع يعني سعر الجنوني. يعني مش قصة ضب سلع أو لا، في نحن هلأ كل التجار عاملين كل حساباتهم للتخزين إلى رمضان، يعني إلى جلب البضائع إلى رمضان. نعم. تعطلت كل الشحنات اللي وصلت من برا، وبالتالي بي 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 يعني بالعرض والطلب هلأ العرض شوي مضروب، لكن خلينا ما نسبق على الأمور، خلينا نشوف كيف بتتفاقم الأمور، يعني أو إذا بدك تتحسن الأمور نحو أن ترجع مثلا المصانع تقدر ترجع تشتغل، أو البواخر ترجع تقدر تمشي، أو على القليلة بالحد الأدنى المكاتب أو المصارف بأوكرانيا ترجع تشتغل. نعم. أو نقدر نوصل مثلا الفلوس إلى مصادر تانية بيكون عندها حسابات بغير محل حتى نقدر نسيسر الأمور. يعني نحن بالأوقات نحن هلأ ما في شحنة جديدة قبل قديه؟ قبل ما توقف الحرب فينا نقول؟ هلا يلي على الاكيد انه الموانئ كلها وقفت، لا بل مش بس الموانئ وقفت، امبارح في مستندات بدهم يبعثوا لنا اياهم، حكيونا الدي اتش ال قال ما قادرين نظهرهم من اوكرانيا. نحن هلا مثل ما بيقولوا بحظر تام، لكن نحن خلينا نحكي الامور يوم بيومه. نعم. يعني هيدي بالاخر حرب، والحرب ما فيك تحكي، ما فيك يعني تتنبئي بكره شو حيصير. صحيح. كل يوم بيومه على مثل يعني، ونحن للأسف عشنا حروب وعشنا اجتياحات، ونحن بلبنان منعرف شو يعني هالشي، ونحن على تواصل. يعني بتعرفي في هيدا اللي بدي أسألك، حضرتك على تواصل مع الناس يعني اللي بتتعامل معهم، وكنت يعني قلت لي قبل تحت الهواء أنه كان في اجتماع من فترة كمان قريبة معهم. صحيح كنا أول شيء من أسبوع كان في معرض الأغذية بدبي الجولفود، واجتمعنا فيهم للجماعة وكنا عم نسألهم، ويقولوا لنا إن شاء الله ما يصير شيء، يعني كنا مثل ما بيقولوا شفناهم آخر مرة امبارح عم نسأل عنهم. واحد من الأشخاص قاعد بالملجأ بكييف، والشخص الثاني تركت هي وعائلتها امبارح، أولت امبارح المساء الساعة 8 بالليل، هربوا من كييف لوصلوا على محل ما بدهم يوصلوا للساعة 4 بعد الظهر ثاني يوم. يعني هيدي بيذكرنا فعلا بأيام عصيبة وصلت بلبنان، أيام الاجتياحات، وهلأ في غيرنا عم بعيشها. نحن هون طبعا أنا بدي أكد انه في فعلا في ازمه، نحن مش للتهويل او للتنبؤ باي شيء، لكن نحن فعلا هلا لنوصف الوضع، نحن هلا في وضع شوي حرج. نعم. وهون بدي نوه لشيء، انه نحن على تواصل مع وزاره الاقتصاد، وانشانا خليه ازمه مع 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 معالي الوزير، مع سعاده المدير العام. نعم. نحن ومستوردين الطحين والقمح والمواشي واللحوم، حتى نقدر نشوف شو الامكانيات ونحط المشاكل على الطاوله ونقدر نوصل لحلول. يعني نحن وزاره الاقتصاد بلشت اساسا بهالخطوه، وحيكون في اجتماعات قريبه اول اسبوع الجاي. نعم باختصار استاذ هاني لان خلص وقتنا، ايضا هناك مشكله الذره. نعم الذرة يعني هو المشكلة من ثلاث مراحل، أول يعني المشكلة أم المشاكل هي القمح والطحين، المشكلة الثانية هي دوار الشمس، المشكلة الثالثة هي الذرة للعلف، يعني عندك الذرة وكسبة الصويا هي، وأوكرانيا واحد من المصدرين الأساسية لهالسلعة للعلف، وبالتالي كمان يعني إن شاء الله ما يكون في مشكلة. هلأ الذرة مشكلة أقل لأنه في مصادر تانية
تراديشنال، في مصادر تانية تقليدية من أفريقيا، من أمريكا الجنوبية وأرجنتين والبرازيل، وبالتالي مش هذا بس يعني مش المشكلة الكبيرة، لكن ما في شك أنه أزمة أوكرانيا عم بتأثر عالميا على كل الحبوب، يعني بتأثر على الحمص، بتأثر على العدس، بتأثر على القمح، وبتأثر على الذرة، وهن إذا بدك أكبر أربع مصادر غير الرز. يمكن الرز منها المشكلة الكبيرة، لكن في أزمة عالمية بالحبوب وبالكوموديتيز، وطبعا ما ننسى أزمة النفط اللي هي بتتوج المشاكل كلها. صحيح. أنا بشكرك أستاذ هاني بحصلي، نقيب مستوردي المواد الغذائية في لبنان.